الأسعار بتزداد في كل القطاعات الغذائية والدوائية وخلافه، وحتى في الإسكان، دون أن يكون حد أقصى أو توقف في الازدياد أيا كان السبب، دولار، ضمير، عدم وجود رقابة كافية. إذن الأسعار عمالة بتفلت من المسؤولين. الارتفاع في أسعار في شهر يناير برغم الارتفاعات اللي كانت قبل شهر يناير، احنا قلنا يعني احنا كنا تمنينا ان يكون في مش تخفيض في الاسعار، على الاقل يبقى ثبات في الاسعار السلع المتداوله اللي احنا كنا بنحافظ عليه، اللي هي السلع الاساسيه قوي. على سبيل المثال السلع زي السكر، الرز، الزيت، الدقيق، اللي هي الحاجات الضروريه جدا جدا. كل مستلزمات انتاج لاي حاجه، اي مستلزمات انتاج، خلاص بقى التاجر واخدها شماعه. موضوع الدولار دلوقتي بكام، الظهر بكام، بالليل بكام، رغم ان البضاعه دي ممكن تكون متوفره عنده بقى لها شهرين ثلاثه بالسعر القديم. الزيت طبعا بقى ب 56، بقى 72. السكر كان ب 11.5، بقى ب 14 جنيه. يعني في المحلات كمان اللي فيها جمله، احنا لغايه دلوقتي يعني ما استغناش، احنا قللنا شويه. زي مثلا ما هي السمنه والزيت والسكر والحاجات دي، بقى حتى الحلويات بقاش نعملها، ولا العصير ولا الحاجات دي كلها. كل حاجه غاليه، وما فيش اي سلعه تموينيه ولا اي حاجه في البلد، وما فيش اي شغل، حتى العماله كلها قاعده على القهوه، وما فيش شغل ولا في فلوس داخله البلد ولا اي حاجه. كل البيوت المصريه لو كانت مثلا بتاكل الفاكهه يوميا بقت مره في الشهر، بعد ما كان في ناس فقراء جدا هم اللي ممكن ياكلوها مره في الشهر، لا مثالي كمان المستوى المتوسط بدا كده. الفواكه طبعا زادت جامد جدا، الخضار، اللحوم، الفراخ. نمره واحد اللحوم نهائي، ما بتخشش البيت خلاص يعني، وفي جزء كبير من الزملاء منعوها حتى والله، وان كانت امكانياتهم قد تؤدي الى انها تجيبها يعني، بس قال لك لا مفيش. الرز استبدل شويه بالمكرونه، وان كانت المكرونه برضو ارتفعت وما نعرفش ليه، مع ان المفروض دي صناعه محليه، لا هنقول مثلا بنستوردها ولا هنقول بنعملها. هقول لك ايه، العيش نفسه بره التموين غلي، ما اعرفش ليه برضو، مع ان برضو المفترض ان الدقيق ده موجود في مصر. محدش يقدر ينكر ان كلنا بنعاني من شبح او عفريت اسمه ارتفاع الاسعار. مفيش بيت فيك يا مصر مش بيعاني من الغلاء في كل شيء، سواء في السلع الاساسيه والغذائيه او العلاج او الدواء او الاجهزه الكهربائيه والدروس الخصوصيه وحاجات كتير جدا. الغني والفقير بقى بيشتكي، كله بيصرخ من نار الاسعار اللي بتفوق طاقه الجميع. بصراحه في حاله جنون غريبه. أنا فاكرة زمان كانت الطماطم لما تغلى شوية نقول مجنونة يا قوطة، دلوقتي مفيش سلعة أيا كانت هي إيه مجالهاش زيادة. يا ترى هو مين اللي بيرفع الأسعار دي؟ طب أنا كمواطن أيا كانت حالتي الاجتماعية ومستواي الاجتماعي المفروض أتعامل إزاي مع اللي بيحصل ده؟ تفاصيل كتير جدا هنعرفها من ضيوفي الليلة. تسمحوا لي أرحب بالأستاذ أحمد شيحة، أهلا بحضرتك يا فندم، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة، والأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. أهلا بيك فندم. يعني إيه، في زيادة في الأسعار فعلا؟ الكلام ده فيه زيادات بجد ولا هو جشع تجار؟ هو طبعا يعني لا ننكر ولا أحد يستطيع أن ينكر أن الارتفاعات اللي موجودة دي ارتفاعات غير مسبوقة، ومش أسعار زي ما بيقول معدل تضخم 25 و30، لا ده في حاجات زادت 150 و200% و300%، وده على الواقع وده محدش يقدر ينكره في كل السلع. يعني هو إذا كنا احنا عم بنقعد نتكلم أزمة السكر وأزمة الزيت وأزمة الرز، هي الحياة مش كلها زيت وسكر ورز، أكيد لا ده زي ما قلت لحضرتك كده، أنت عندنا دروس المدارس ومصاريف المدارس ودروس المجانية وكل الكلام اللي احنا بنشوف كل حاجة. بقول لحضرتك كل حاجة، كل استخداماتنا اليومية سواء كبرت أو صغرت كلها زادت الأسعار. طب هو القصة دي غريبة؟ اللي يشوفها من بره كده أو يقول لك ده شيء طبيعي وارتفاع دولار ومش ارتفاع دولار والكلام دوت، ولكن انا ليه رؤية تانية من خلال تحليلي اللي انا شايفه واللي معايشه واللي شايفه. احنا في كم نقطة كده عايزين يعني نبص عليهم شوية او نقرب منهم الاضواء. احنا بفضل ربنا، ربنا انقذنا من الربيع العربي الارهابي اللي كان موجود مصر من المخطط فيها انه تقضي على مصر مع المجموعة اللي صدر، كلنا عارفين اللي حصل في الفلنتاين.
طب ربنا نجانا واصبحنا دلوقتي الدولة الوحيدة الثابتة في المنطقة وربنا نجانا بفضل الله، ربنا بفضل الله اولا وشعبنا وجيشنا ورئيسنا، كل الامور دي وضحت والحمد لله. هل بقى المؤامرة دي اللي مصر افسدتها وخلصنا بقى من الناحية الارهابية وازمتنا ان احنا شعب عظيم وجيش عظيم ورئيس عظيم هنسيب مصر كده؟ لا، ما احنا مش هنسيبها كده. في بقى الموجة التانية من الفوضى الخلاقة اللي هي الاقتصادية. طب مكونات الفوضى الخلاقة الأولانية إيه؟ ناس بتحاول تدمر بلدك، في خونة، في طابور خامس، في ناس بتشتغل من بره ومن جوه، في إدارة للملفات السياسية والإرهابية والكلام ده كله في الموجة الأولانية. الموجة الثانية فيها كلام ده؟ آه فيها الكلام ده، وفيها قوة غربية بتحاول تدمر اقتصاد مصر. هم عايزين يدمروا اقتصاد مصر لأن هم مستغربين بقى بعد كل الغلا ده، بعد كل المشاكل اللي حصلت دي، هي الناس لسه بتحب السيسي؟ لا، بنحب السيسي ومش بنحب السيسي كده اعتباطا، لازم الناس تفهم ليه، لان احنا اللي شفناه حواليه وتشريد وتدمير بلاد و و و واسر نزحت واللي احنا شايفينه في سوريا وليبيا والكلام ده كله، لازم نقول له شكرا يا جيش مصر ويا رئيس مصر، ولازم نحبه وهنفضل نحبه. طب احنا عايزين بقى الناس دي لا، والناس ادركت ان البلد في ازمه اقتصاديه، ودول كتير في العالم مرت بأزمات اقتصادية وأسوأ من كده في دول أعلنت إفلاسها. بس في الآخر إحنا عارفين إن هي فترة ومرحلة وإجراءات كانت لازم تتاخد يعقبها حالة من الغلاء فظيعة. بس بعد كده هوضح حضرتك بس عشان هي الموجة مش هي كل الأزمات دي، أزمات مصطنعة. أزمة الدولار مصطنعة، أزمات الأسعار دي مصطنعة. ما هي بقى المؤامرة الاقتصادية اللي إحنا شغالين فيها إيه أدواتها؟ شركات أجنبية موجودة، في شركات كتير جدا تحت مسمى استثمار وحماية المستثمرين والكلام ده كله موجودة بتنفذ هذه المؤامرة. تنتحكم في كل أسعار السلع، بنزود أسعار زي ما احنا عايزين، بنتلاعب في سعر الدولار، بنخلي الدولار أكتر من قيمته الحقيقية، اللي أنا لغاية دلوقتي بصر إن احنا ما عندناش أزمة دولار وقيمته لا تتجاوز أكتر من 10 جنيه. ده كله ليه آليات؟ عشان خاطر الناس. أكتر حاجة تقلم البني آدم عدم قدرته على إنه يستوفي احتياجات أسرته. واكتر حاجه تقلم بني ادم ان ابنه جعان ومش عارف يجيب له، اكتر حاجه بني ادم ابنه عيان عايز يدخله مدرسه، كل الحاجات اللي بنعيشها يوميا دي بتقلم البني ادم. ده بيعملوا له كده ليه؟ عشان نعمل فوضى خلقه. الناس بتقول زي ما كانوا بيدعوا من فتره الناس والغلابه والفقر والفقريين والحق مش عارف ايه والكلام ده كله، انت عارف اكتر الناس وطنيين في البلد هم الناس الغلابه دول، ودول اكتر ناس بيستحملوا فعلا مهما كانت الظروف. لما حصلت الازمه المره اللي فاتت، ودول الطابور الخامس اللي ركبوا طياراتهم وسافروا، اللهم اللي سافروا معهم المليارات، هم لازم ما زالوا بيعيشوا في الدور. الازمات كلها ازمات مصطنعه. وهقول لحضرتك اليات اللي لاننا عندنا 80% من الاستثمار او الاقتصاد المصري بتتحكم فيه شركات اجنبيه، عشان كانوا زمان بيتهمونا احنا كمستوردين ان احنا سبب ازمه الدولار. لا، احنا ما كناش سبب ازمه الدولار، لان لو نيجي نشوف الخريطه الاقتصاديه 80% شركات اجنبيه كانت لما بتحقق ارباح، وارباح مصر كبيره جدا في استثماراتها، كانوا بيشتروا الدولار باي سعر. وكانت في شركات بتتعمد تعمل ازمه في الدولار عشان خاطر الجنيه المصري يفقد قيمته، والراجل الغلبان اللي معاه مثلا 100 جنيه كان بيجيب حاجته في الاسبوع، دلوقتي عايز له 300 جنيه، فالناس بيقول لك احنا عايزين نخنقهم، عايزين نرقحهم. انا بؤكد من خلال كل اللي انا شايفينه والاحداث، كل الأزمات الموجودة دي أزمات مصطنعة، بدليل إن احنا كانت أزمة السكر اللي احنا لسه بنعاني منها لغاية دلوقتي، وبكرة هتيجي أزمة الزيت، بكرة قبليها كان في أزمة الرز، وهتيجي برضو أزمة وداخلين رمضان حلاقي أزمات كتيرة مصطنعة. عندنا احنا بننتج حوالي 1,700,000 طن سنويا من السكر ل1,800,000، بنستورد حوالي 600,000 طن. المصانع المصريه كانت عملت اعلانات في الجرايد، يا سياده الرئيس الحقنا احنا عايزين نمنع استيراد السكر عشان عندنا سكر وهيبوظ والكلام ده كله، وعايزين عشان الموسم داخل علينا، والسكر اللي كان موجود اللي هو حصل فيه الازمه ده كان يكفينا لغايه الموسم الجديد. بدات بقى المافيا والفاسدين واصحاب المصالح واللي عايزين ينكدوا على الشعب المصري ويفقروا الشعب المصري، منهم شركات بتصنع سكر راحت خدت موافقة، ودي برضو في فساد في اللي بيساعدوهم على كده، موافقة بتصدير السكر، صدروا 150,000 طن سكر. بدأ السكر المخزون لما ارتفعت الأسعار بره بدأوا ياخدوه يهربوه يبيعوه بره في غزة وفي ليبيا وفي السودان 3-4 أضعاف. واحنا عندنا سكر مش لاقيين. حصلت الأزمة اللي احنا بنعاني منها دي اللي وصلت السكر ل 14 جنيه. قيس على كده بقى موضوع الاحتكار.
كل سلعة من السلع دي خمسة ستة طبعًا. مسكنها زيت سكر رز الكلام ده كله إنما أنا بؤكد لحضرتك والأزمات دي سهل جدا إنها تتحل لأن لها حلول لأن ليها رؤية معينة اقتصادية بس عايزين ناس خبر زائد بقى المصيبة الكبرى اللي حصلت ولعت الدنيا واللي يقول لك بينتج الأسعار زادت واللي بيزرع أسعار زاد واللي بيستورد أسعار زاد تعويم الجنيه وده جزء برضو من الإملاءات الخارجية اللي احنا كنا رافضينها زي موضوع صندوق النقد. طيب تعالى استاذ محمود مش هنتكلم عن خلاص احنا كده عرفنا ان هي مش أزمة حقيقية لا يعني ده حاجات كلها مصطنعة. طيب ازاي نتعامل مع جشع التجار؟ يعني دلوقتي في سلع بتنزل تجيبها من محل ب10 جنيه من المحل اللي جنبه هي ب15 جنيه محل تالت تلاقيها ب20 جنيه او في منطقة تانية ازاي ممكن نواجه ده؟ طيب خلينا نتكلم بهدوء وبالراحة كده عشان نحل الأزمة دي لأن هي سهلة حلها يعني زي ما قال أحمد بيه كده نحن ممكن نضع حلول تنهي هذه الأزمة بالضربة القاضية لكن خلينا برضو نحط يعني نقول كلام يرضي ربنا ما هيش جشع تجار بس يعني عشان نكون صرحاء الحكومة نفسها بتمارس نفس الدور اللي بيعمله التجار يعني أقول لحاجة أنا بشتريت سكر تمام من شركة من شركات تابعة لوزارة التموين مكتوب عليه سعر البيع صفر طب ليه ما كتبش سعر البيع؟ ليه وزارة التموين لا تكتب سعر البيع على كيس السكر؟ عشان كل واحد يبيعه بسعر شفت بقى؟ يبقى هنا أنا فتحت الباب للشيطان الرجيم يلعب مع دماغة الناس بالزبط. ثم إنه أنت ليه مش كاتب السعر ده؟ أنت المفروض بتراقب اللي ما بيكتبش السعر يعني أنت كحكومة يجب أن تفرض على السوق وعلى التجار أنهم يكتبوا سعر البيع على المنتج تمام؟ فإذا بالحكومة نفسها لا تكتب سعر البيع على الجانب الآخر تروحي في من شهر تقريبا كان كيلو سكر مسعر بسبعة جنيه مكتوب عليه سبعة جنيه لما جه غلوه لعشرة ونص مش عارف أو 11 راحوا رافعين السعر والسعر مكتوب سبعة ونص يعني اتباع بسبعة يعني اتباع بعشرة جنيه ونص وهو مكتوب عليه سبعة جنيه ونص فهم عشان يتداركوا دي قال لك لا 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 سيبها بقى بيضة خالص كده يعني أفضل طيب مين اللي بيحتكر السكر؟ مين؟ الحكومة الحكومة بص يا عشان نتكلم بصراحة احنا مش عايزين الحلب بريستو تنفجر ما هو الناس بالزبط. بتتألم بالظبط والناس كفرانة أنا جاي من الشارع الراجل بتاع التاكسي راكب معاه حالا بيقول لي الحكومة حاطة قطن في ودانها حاطة البتاعتين اللي بيلزقوا دول اللي في الودن وما بيسمعوش حاجة وبيقول لي على فكرة في أحسن الأحوال مشغلين سماعة ساوند جنبهم ومش سامعين أهات الناس ولا ألمهم ولا المشاكل دي كلها ولا حاسين حضرتك بتقول ان في حلول ممكن تدي للناس الجشعين طبعاً الضربه القاضيه اللي طبعاً هي يعني اولا لابد ان يكتب السعر على المنتج أوكي. ما ينفعش ان انا اسيب الحكايه كده تقول له اللي بيعها بسبعه واللي بيعها بعشره واللي بيعها ب15 انا ما بقتش عارفه اسال السؤال ده بصراحه انت بتروحي عند اثنين بقالين دلوقتي واحد واخد من تاجر على فكره البقالين الصغيرين دول كفرانين ايوه عشان كده دايما بشجع ان الناس تشتري من انا على فكره ما بروحش الهيابر اشتري منها خالص انا بشتري من بقال الصغير اللي عايز اشجعه عايز اخليه يشتغل ودورة رأس المال عنده تبقى سريعة عشان ما يموتش وعشان كل ما يبيع كتير كل ما يهدى عليا ما يشتغلنيش يعني إنما خلينا نتكلم بوضوح أنت عايزة تحل الأزمة بشكل قاطع لازم يبقى في ضوابط يعني أنا دايما اختلف مع أحمد بيه في حكاية التسعير أنا مش عايز تسعير جبري فلتذهب التسعيرة الجبرية إلى الجحيم فلتسقط بنت صالح باشا هو السوق الحر ما ينفعش اللي انت بتقوله هو انا دي كانت ايام الستينات والسبعينات اذا عندي سوق حر اذا عندي سوق حر تمام انا ابصم بالعشر اقسم لك بالله اللي احنا فيه ده ما سوق حر سوق مر وامر من المر من الاخر لو انت عايزه تحسبيها سوق حر واليات سوق تعالى نتكلم على اليات سوق لما بقاش انت حالا ده بتقول احتكار اي والله ينور عليك هو ده الكلام اللي تتكلم انت اليات السوق تشتغل عشان انت تايه مش عارف ليه انت اليات السوق تشتغل لما يبقى عندي مفيش احتكارات انما عندي احتكارات وتقول لي اليات سوق طبعا مستحيل واحد قاعد بيتفق مع زميله انهم هيبيعوا السكر ده واحد اشترى كوبلن عربيه راح يركبه راح يركب كوبلن عربيه الميكانيكي قال له الراجل الناحيه الثانيه
راح يشتري منه الكوبلن قال له مش عارف ب 600 جنيه ومش عارف ولا كام. فقال 600 جنيه كتير. راح راجع للراجل قال له على فكره ده بيقول ب 600 جنيه. قال لي يا عم روح هات وخلص. فراح أيوة يجيبه أيوة بقى ب 800 جنيه. يا دوب عند الشارع. اتاري البهوات المعلمين اللي قاعدين بيسمعوا بلغه التجار بيسمعوا السوق انه النهارده الكوبلن ب 800. طب هو ما فيش النهارده كوبلن ب 900. ما فيش رقابه؟ ما فيش رقابه من الدوله على كل اللي بيحصل؟ لا الحكومه هنا بقى لابسه طاقه لخفه. هنا بقى بصي ما هو انا ما عنديش استعداد اني الغي دور الحكومه في هذه المعركه. رئيس الدوله قال لهم مليون الف مره يا جماعه روحوا على الناس الغلابه دول وساعدوهم وحاولوا ان انتوا تخففوا عنهم الازمه. فالحكومه عندها حاله حول يعني محوله شايفه الغلابه هنا اهو ورايحين على الاغنياء ينزلهم دعم في الطاقه وينزلهم في اسعار مش عارف ايه. ده انا في مره نزلوا ده في واحد اسمه احمد ربنا يديله الصحه بتاع حديد تمام بياخد 18% من دعم الكهرباء في مصر في مصنع واحد في اسكندريه. مش واحد بقى تمام ده اسمه احمد ما بقاش واحد بقى اثنين احمد وثلاثه احمد في اثنين احمد تمام بس الاخ احمد الكبير ده المعلم الكبير. خلينا في الفاصل. طيب خلينا طب انا محتاج ان انا اوزع الاعباء بقى. طب لو احنا عايزين نوزع اعباء ونعمل اصلاح اقتصاد اقسم لك بالله انا عندي استعداد اتحمل مسؤوليه الاصلاح الاقتصادي ده كرجل فقير. بس على الجانب الاخر ما ينفعش ان انا اسيب الاعباء على فئه واحده. لابد ان توزع هذه الاعباء على لا ولا اعباء على كل فئه. واحد قال لي كده قال في البرلمان اللي حضرتك كنت فيه في 2010 قال الجامعات الخاصه بتكسب ما تفرضوا عليها ضرائب. وقال انا بكسب. هو نفس الراجل عنده جامعه بيقولوا يا جماعه انا بكسب افرضوا عليها ضرائب. انما ما تجيش طول الوقت انت حاطط ايدك في جيب الغلابه وعامل لي مطنش. يعني حضرتك مش معايا ان غلاء الاسعار ده على الكل؟ طبعا على الكل طبعا. طيب هو على الكل مش على الغلابه. انا شايف ان التجار عليهم مسؤوليه وعندهم ازمه كبيره جدا في وخاصه طيب. التجار الكبار بيتكلم عليهم حاج احمد اوكي تمام دول طيب. بيمارسوا شكل من اشكال الاحتكار دول مافيا في أيوة. ناس في الزيت مافيا في اللحمه مافيا والحكومه شايفاهم وهو حد يقول لك في الحكومه انه مش عارفينهم. طيب حلو يبقى احنا كده حطينا ايدينا على الموضوع ان الحكومه مقصره صح؟ لا الحكومه مش مقصره. الحكومه مجنى عليها. الحكومه في اختياراتها الفتره السابقه دي يعني نتكلم بمنتهى الصراحه ولا في حدود للكلام يعني؟ اتفضل اتكلم حضرتك بصراحة. انا شايف هنا في حدود في الكلام. لا 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 براحتك عشان انت بقيت متغير شويه النهارده مش عارف مالك يعني. المهم حضرتك اللي بيحصل في الحكومه الملف الاقتصادي ده مش عايزين حد نجرب فيه. احنا مش عايزين نجرب. احنا عايزين ناس اسطوات بمعنى كلمه اسطوات يبقى عارف يعني ايه النهارده انا عايز اجيب استثمار. يبقى عارف ازاي انا عايز اعمل صناعه. يبقى ازاي عايز اعمل تجاره. ازاي استهدف اخفض الاسعار. انما احنا كل يوم بيصدر قرار وكل يوم بنفصل قرار لصالح المحتكرين اللي بيقول عليهم محمود بيه. العمليه بتدور بالطريقه دي. الصبح يلا احنا هنعوم الجنيه. طب ازاي اتعوم الجنيه من غير ما تكون عامل ديفنس لسلبيات التعويم الجنيه؟ ليه النهارده تيجي تقول لك هنمنع السكر؟ هنفتح السكر، نرسم نفرض رسوم على الحديد، لا هنشيل الرسوم على الحديد، عمليه فيها تخبط وفيها ربك، ليه بقى بيحصل كده؟ لان هو الكبار اللي بيقول عليهم محمود المافيا هم المتصدرين المشهد الاقتصادي، هم اللي واخدين الملفات الاقتصاديه من خلال مناصبهم في الهيئات الاقتصاديه المدنيه. ولما بيجي اي وزير ما عندوش فكره الملف اللي هياخد فيه قرار ده ايه 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 تبعياته وايه خلفياته ولما يصدر القرار ده لصالح مين. طب ما هو أنا قبل ما يصدر اي قرار مش المفروض ان هو بيدرس صدر قرارات في الفضل لا صغار الموظفين اللي قاعدين من زمان اللي هم بيجوا كل وزير عليهم الوزير يقضي مهمته ويمشوا هم اللي بيديروا الوزارات مش الوزير اللي بيديروا. ليه بقى؟ لان الكلام ده احنا ما عايشينه. في قرارات صادت فتره من الساده الاقتصاديين خاصه وزاره الصناعه والتجاره. قرار صدر قبل ما يجي الوزير كان القرار ده بيتعمل مع الوزير اللي كان قبليه مدير بيه فخر عبد النور. الناس اللي عملت القرارات دول اصبح اصحاب المصلحه في اصدار هذا القرار اللي هو منع الاستيراد في السلع اللي هم بيدعوا انها صناعه مصريه. راحوا مصدرين 26 مجموعه سلعيه قال لك دول ما يتمش استيرادهم منهم حاجات اساسا ما بتصنعش في مصر خالص واللي بيتصنع في مصر 20% من الاستهلاك بتاع مصر. فعشان كده حصلت بقى مافيا الاحتكار والاسعار المخيفه اللي احنا شفناها. ليه؟ النهارده انا الوحيد
اللي ببيع المج ده، انا الوحيد اللي ببيع التلفزيون ده، انا الوحيد اللي ببيع السجادة دي، انا الوحيد اللي بتاع، انا الوحيد على مين بقى؟ 90 مليون. طب انت انتاجك اساسي لا بالجودة ولا بالسعر ولا بيكفي الناس دي، فعشان كده تلاقي الاسعار في زادت 300 و350%. اذا الراجل المسؤول المجن عليه دوت لما بيقابل ده رئيس اتحاد كذا وده رئيس اتحاد كذا وبيقعدوا معاه، انتوا طلباتكم ايه عشان نحصل الاقتصاد؟ طلباتنا 1 2 3 4، ودهم طلب، وهم بيمثلوا بقى قطاع الصناعة والتجارة، هم بياخدوا تعليمات من الناس دي وينفذوا اللي لصالحهم هم، ما بيبصوش للشعب، وبعد كده بتيجي السلبيات، وحصل في قرارات قبل كده في هذا المجال. بعد ما الدنيا اتخربت يقول لك لا ده احنا هنعدل، يا جماعه ده انتوا شايفين بنفسيكم القرار الاقتصادي، ما ينفعش نستنى شهر واثنين وثلاثه نقول بعد 6 شهور وبعد 12 سنه وبعد 4 شهور. هي العمليه بتترحل، طب بما ان ده حال الحكومه، طب رئيس الحكومه فين من ده؟ بص، هو الراجل ده راجل محترم جدا وراجل طيب جدا، وزي ما قلت لك زي برضه الوزراء كاشخاص ناس محترمين، ولكن الخبرات الشعب. لا سيبي مجلس الشعب على جنب، الاستجوابات معلش فين؟ لا استجوابات هتنفع، الاقتصاد ما يفيهوش الكلام ده، الاقتصاد النهارده لازم انا اعمل قرار عشان اخفض الاسعار، لازم اعمل قرار عشان اسيطر على الدولار، لازم اعمل قرار عشان ازود الصناعه وازود التجاره، انما ان احنا بصي الحكومه او المجموعه الاقتصاديه بتشتغل عند مجموعه المافيا اللي قال عليها، بس خلي بالك البرلمان بيشرع حاجات كتير يا سيدي، بيشرع بس انت عشان بس بيشرع على نفسه على يعني فكرة. انت النهارده لما بتيجي تتكلم بيشرع على نفسه، لما بنيجي نحل مشكله الزراعه يقول لك احنا عايزين نوسع الرقعه للارض وعايزين ونعمل ونعمل، الحاجات دي بتاخد سنين، انما الاقتصاد فيه بدائل كثيره جدا. يعني موضوع الدولار اللي كان مصطنع، انا باكد لحضرتك الدولار لغايه دلوقتي دي ازمه مصطنعه، لان الدولار موجود كل احتياجاتنا اللي احنا بنحتاجها بس موجوده في البيت. بقول لك الحاجه ده ما خفيف، انا اكمل دي بس يا ريس، بسبب السياسات بسبب السياسات بتاعه السوق، اداره سوق الناد اللي ادت الى الناس خافت وخدت فلوسها واتجرت فيها، اللي خلت الناس بتكسب في الدولار دلوقتي اكتر من المخدرات واكتر من سلع ممنوعه، فالناس كلها تجد ليه احنا بنصدر قرارات وبعد كده بتعرقل الدنيا ونقول يا ريتنا ما كنا عملنا في مجموعه من القرارات. وانا مش بقول الكلام ده لان احنا عايشين في الواقع، هقول لحضرتك بعض القرارات. نمره واحد عندنا احنا بنقدر ما يقرب من 20 مليار دولار تحت مسمى الدعم، الدعم العيني اللي بيتسرق 3/4 المفروض ده يتحول لدعم نقدي. ال 76 مليون دول اللي مستحقين ما يزيدوش عن 35 مليون، مافيا عماله بتكبر في الدعم عشان تبدا تسرق وتاخد الكلام ده كله. طيب. الدعم العيني، السياسات الغير مستقره الاقتصاديه، الاحتكار، التهريب، الاربع حاجات دول لو ظبطناهم انا اؤكد لحضرتك بكره الاسعار هتنزل 50%. وبكره هتلاقي إيه الدولار نزل في ايه؟ ايه صعوبه التنفيذ ده؟ صعوبه الناس مش فاهمه اللي مدير المجموعه الاقتصاديه، بقول لك انا ومتعرضين لضغوط جامده جدا من اصحاب المصالح، لان هم بيقول لحضرتك الاقتصاد المصري بتديره شركات اجنبيه من بره من خلال التوجهات اللي هم عايزينها 80%. هو ينفع ان في قطاعات كبيره جدا بالمليارات زي المحمول زي الاسمنت زي الاكل والشرب اللي 80% من اكلنا بنجيبه من بره واللي يجيبه شركات اجنبيه؟ العقارات بقى اتكلمي، المدارس اتكلمي، تجاره السيارات اتكلمت، فكل الارباح دي الناتج القومي بتاعنا بيعدي 350 مليار دولار وعندنا عجز موازنه. في دول عندها الناتج بتاعها ربعنا وما عندهاش عجز موازنه وما عندهاش معدلات التضخم، هي الخريطه الاقتصاديه عايزه شويه تعديل. في النقطه عشان سياده السيد رئيس مجلس الوزراء راجل محترم وراجل يعني انا شايف فيه كل الصفات الاخلاقيه الكويسه، بس احنا عايزين واحد يكون بقى ايه مفتح وعنده معلومات وعنده وانا من خلال المكان ده انا شايف الرقابه الاداريه والراجل اللي على راس الرقابه ده راجل محترم، يا ريت يجي يدير القصه دي. بازلين مجهود جدا وعندهم معلومات في كل حته ورجالتهم منتشرين في كل حته. انا عايز ده بقى يبقى رئيس وزراء، وعايز من الرقابه الاداريه في كل وزاره 2 نواب لرئيس الوزراء، وفي بعض الوزارات لازم تتلغي زي وزاره التموين دي وتتحول الى وزاره بتنافس بآليات السوق الحر والمنافسة، ما يبقاش فيها تخصصات، والجيش يدخل والوزارة والحكومة تدخل عشان نعمل توازن ما بين الاحتكارات الموجودة. هتكلم عليها بعد ما محمود بيقول النكتة اللي عايزها. موضوع الاحتكارات هو ده النكتة. موضوع الاحتكارات ده نكتة عبقرية جدا. أنا مثلا أنا واحد من الناس تقدمت بلاغات كتير لجهاز حماية المنافسة مانع الممارسات الاحتكارية. تمام؟ تفاجئي بإنه الجهاز بعد ما نام فترة كبيرة جدا راح مطلع قرار بإحالة
تاجر طماطم عندنا كبير جدا تمام، بيتاجر في طماطم اسمه عيسى حياته. عارف عيسى حياته؟ عارفاه، ده رئيس الاتحاد الافريقي. لما كنت لسه هقول ايه علاقته بالطماطم؟ تمام، انا بقى انا بقول لك يعني بقى على سبيل التهريج، عيسى حياته قلت فيه ايه كوره. عيسى حياته يعني بعد كل البهدله دي جهاز له مخصصات ماليه المفروض يتابع كل الممارسات الاحتكاريه اللي بتحصل في البلد، ومن حقه انه يراقب على الناس اللي ممكن يبقى عندهم شبهه احتكار، الناس اللي بيعملوا اندماجات، الناس مش عارف كل ده، ساب كل دول وراح يشتغل على الكوره كما لو انه احنا هناكل كوره، البلد دي بتاكل كوره. تمام، طب ده منطق؟ يعني حد يقول لي في البلد دي يرضي ربنا ان الجهاز يهز طوله؟ انت بتقول فزوره، يهز طوله ويروح يسيب الاحتكارات اللي في الزيت. بصي احتكارات في الزيت، طب ايه رايك؟ انا ظابط واحد في مره الدولة على الهواء عامل احتكار في الرز، عامل ابلكيشن لزمايله، عايز اسال بيدعيهم ده اسمه اتفاق مسبق. طب يا جماعه امسكوا الراجل بتاع الرز ده. هل الدوله تعرف المحتكرين دول بالاسم؟ المفروض طبعا عارفين طبعا. الحكومه تعرف القرد بخب ام اللي يعرفوه عيال الرقابه فيه. الاداريه عندها بيانات عن الناس دي كلها طبعا. يعني وعلى فكره بيضغطوا. يعني اتصور يعني الرقابه الاداريه عارفه، معناتها ان حضرتك بتقول طب اقول لك على حاجه، الدور جاي يا ست الكل، الدور لازم يجي عليهم، ولازم الراجل اللي هو عرفان ده يجي رئيس وزراء عشان خاطر الملفات والمعلومات اللي عنده دي. الراجل بتاع الصحه النهارده قعد مع شركات الادويه ومش عارفهم، جابهم وقعد معاهم ووصل معاهم لزياده 30% الى 50%. لسه من شويه قبل ما وانا جاي على الهواء كنت سامع الراديو بيتكلم على انه في مؤتمر صحفي. طب انت قعدت مع الناس دي واجبرتهم على انهم، رغم ان على فكره الزيادات المفروض تبقى اكبر من كده نتيجه لان بيشتروا حاجتهم بالدولار من الخارج، لكن هو قدر يوصل معاهم وقال لهم اللي خلي بالكم اللي هيعمل اي لعب في الحدوته هنعاقبه بقانون التسعيره الجبريه. الجبريه اللي بقت صبه دلوقتي اللي انا لو اتكلمت عليها دلوقتي قلت جبريه، اي حد هيزعل موضه وانتهى، اصبحت مفيش حاجه اسمها جبريه. قال لهم هعاقبكم بالتسعيره الجبريه وهعاقبكم بقانون حمايه المنافسه، يعني خد حاجه حديثه وخد حاجه قديمه. طب ما تعملوا الكلام ده، هات الكبار دول يا سيدي، انا من انصار التفاوض مع كل الناس، هات الناس واقعد معاهم وقول لهم يا جماعه الزيت يبقى ثمنه كده معقول بالمعقول، خدوا بما يرضي الله، انا ما عنديش استعداد ان هم يشحتوا. في حاجه اسهل من كده يا احمد محمود دي. تمام، بس ما ينفعش ان انا اسيبهم يحققوا ارباح باهظه كبير على حساب الناس الغلابه، والشارع بيغلي وفي حاله كبت وحاله خنقه، وكلنا عمالين نقول يا جماعه الناس ليه ساكته؟ الناس ساكته لان الضربات متلاحقه وموجعه ومخيفه. على فكره انا خايف، ده حقيقي، وخايف على مين بقى؟ انت كان عندك حد، انا يعني انا مش بنافق حد ولا والله ولا يعلم الله، انا اقول هذا الكلام لله، انا بعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصه تاريخيه بالنسبه لك. هذا رجل يعني حظي بتأييد شعبي رائع جدا ورهيب، وانا ما كنتش متخيل ابدا انه يصل الى هذا المستوى من الصعود بسرعه. تمام، لانه هو كان خطابه سلس وواضح وعنده مشروع، واثقين في وعنده مشروع وانقذك من مصيبه، ومش فارق معاه جاب البلد دي من شعر راسها من قاع المحيط، كانت هتغرق. يعني احنا كان زماننا النهارده في مصيبه. تمام، وما كناش هنعرف نقعد القعده اللي احنا قاعدينها دي، ما كناش هنعيش، ما كناش كلنا كل هنبقى محطات ومؤامرات وضربات، وكانت البلد هتضيع مننا. لكن انا دي فرصتي، عايز احافظ عليه. انا واحد من اهم امنياتي في المرحله اللي جايه، وانا دايما اقول رغم ان كل الناس بتقول ان 2017 سنه سودة ووحشه ومش عارف ايه، انا بقول سنه 2017 هتبقى كويس، لازم يبقى عندنا امل، لكن لابد ان يكون هناك عمل في مقابل هذا الامل. العمل ايه؟ ولابد ان الكل يعمل. آه طبعا، ما يكفيش ان واحد بيعمل في البلد او 10 بيعملوا في البلد، لازم كلنا نعمل للصالح العام، وكلنا نؤدي دورنا، وكلنا نقاوم الفساد بكل الطرق. طبعا الرقابه الاداريه شايفينها طبعا شد حيلها جدا يومين دول، الرقابه الاداريه في المرحله اللي عدت بامانه كانت رائعه جدا يعني. بس ده جزء من بلاوي سودا، معلش بس ده كل حاجه تحط ايدك فيها تلاقي فيها فساد. بالظبط، هو فساد هنا وفساد هنا، احنا غرقانين في الفساد. احنا بقى لازم نقف مع سياده الرئيس بامانه، لان انا الراجل ده بعيد عن كل الوطنيه اللي بتتكلموا عليه، هو راجل بيتقي ربنا، ونعلم تمام العلم ان الراجل دوت متربي تربيه دينيه وفعلا نفسه يعمل حاجه من قلبه للبلد. ده حقيقي، بس للاسف الشديد هو بلدياتك من المنطقه بتاعتك بقى وبتعمل. ايوه، انا اتشرف ان هو من عندنا من الحسين، يعني دي حاجه عظيمه، وانا كنت شاهد عليه ان هو متربي تربيه دينيه ومن عيله محترمه وراجل اصيل وراجل جدع وراجل شهم،
كل المكونات دي لما بيجي يتعامل بقى مع اللي بينفذوا السياسيات اللي هو عايز يعملها دي وخايف على البلد وعايز يعمل حاجه بيلاقي ناس عكس كده تماما. الناس هو يمشي خطوه روح معطلين خطوتين بفلوس عشان هو يروح التبرع. محمود دي سيبك من التبرع، انا بس عايز اوضح نقطه. الاربع خمس حاجات اللي اتكلمنا عنهم دول لو حلينا مشاكلهم، نمره واحد الدعم اللي بيهدر وبيتسرق، بيهدر على مصر مليارات الدولارات في استيراد، لان اغلبه بيجي استيراد سواء غاز او سلع مواد تموينيه او الكلام ده كله. الحكومه لازم تعمل عنها منافس محترم في السوق، سيبك موضوع التسعير ده، كل ما كترت المنافسه كل ما كانت السلعه موجوده كل ما انخفضت اسعارها. استاذ احمد، المستورد متهم دايما بان هو السبب في زياده الاسعار، احنا هل ده حقيقي ولا المستورد مظلوم؟ لا، احنا كمستوردين طلعنا من السوق بقالنا سنه تقريبا من ساعه القرار 43. انا بشتغل في الاجهزه الكهربائيه والادوات المنزليه. لما صدر القرار 43 والسيد وزير الصناعه والتجاره اصر ان المجموعه دي من السلع الكماليه وعايزين نحمي بيها الصناعه المصريه. اولا الكماليه ازاي؟ الكماليه التلفزيون والثلاجه والغساله والمكوى والمروحه والمعلقه والشوكه وطقم الصيني، هو بيعتبرها سلع كماليه. عشان اوريكي انه أمل عليه هذا القرار من أصحاب المصالح. السلع الكهربائية دي اللي مسيطر عليها خمس ست مصانع، وهم خمس ست مصانع منهم جزء أجنبي وجزء منهم جزء عربي وأغلبهم جزء أجنبي. القصة في إيه بقى؟ أن النهاردة لما تيجي تقول لي أنت عايز تحمي البلد من السلع الاستفزازية أو الكمية اللي بتستنفذ جزء كبير، طب هي السجاير سلعة أساسية ولا استفزازية؟ أساسية. أساسية بالنسبة للمدخنين. أساسية. المياه الغازية سلعة أساسية ولا مش ولا كمالية؟ الشاي والقهوة كان من باب أولى توفر لنا 150 مليار جنيه حجم تداول التجارة دي وتجنبها على جنب، لأن احنا كل مكوناتها بنستوردها من بره 100% بنجيبها من بره. والتلاجة اللي زادت سعرها من 7000 جنيه وصلت حاجة و30000 جنيه، والتكييف اللي هو ب 3000 جنيه وصل 12000 جنيه بسبب الاحتكار اللي سببه قرار 43. يعني انا هدي لك مثل بسيط واحد بس. طب انت ما طعنتش على القرار ده؟ ما انا عامل القضيه وان شاء الله ربنا يحكم لنا نلغي هذا القرار اللي دمر الاقتصاد ودمر الاسعار. انا هقول لحضرتك السلعه اللي كنا بنجيبها محمل عليها جمارك وضرائب والكلام ده كله على السعر الحالي نص سعر التكلفه اللي هي بتتباع دلوقتي المصري اللي بيقول لك لحمايه الصناعه المصريه. اربع خطوط عريضه واربع كده عناوين لو احنا بصينا ليهم، انا باكد لحضرتك وعلى مسؤوليتي الاسعار هتنزل 50% زي ما عمل الجيش في احتكار اللبن بتاع الاطفال، نزل من 60 ل 30 جنيه زي ما بيعمل الجيش دلوقتي في الفراخ وزي ما بيعمل في كل السلع اللي بيجيبها. بيقضى على الاحتكار لان المحتكر ده عايزينها بكل حاجه يحطها في جيبه على حساب المستهلك، لا يهمه وطن ولا يهمه مواطن ولا الكلام ده كله. لما تحصل مشكله بيركب طيارته ويسافر. طيب التكاتك موجوده في مطار القاهره كله جاهز بالتكاتك بتاعته اللي غير مسموح لها وغير مرخصه وملهاش ورق ولا لا ده اول ما يحصل حاجه يجروا. لو كلمت عن دور جمعيه مواطنين ضد الغلاء، بص بقى احنا عشان انا عايز ارجع تاني للمواطنين. ليه بقول لك 2017 هتبقى سنه خير؟ احنا بدانا في سلسله انشاء مجمعات استهلاكيه. يعني ايه؟ احنا بنروح لتاجر راجل محترم عنده استعداد ان يساعد الناس، اقول له والله انت هيبقى هامش ربحك ضئيل جدا لكن هيبقى فيه بيع كتير. عملنا اول مجمع استهلاكي في منطقه الخانكه عند قدام مصنع الصابون، وناجحين جدا في انه نبيع فيه كل السلع الغذائيه حتى السكر اللي كان فيه ازمه. احنا بنبيع 4 كيلو 5 كيلو سكر دلوقتي بسعر 12 جنيه حر مش تبع التموين. تمام في ناس بتبيعه قصادنا الناحيه الثانيه ب 14 جنيه. احنا بنبيعه بنفس السعر. يعني انت بتنزل هامش بنزل هامش الربح، انما الهدف الرئيسي احنا امبارح كنا في بهود، بلد اسمها بهود في دهليه، وشفنا مكان هيتعمل مجمع استهلاكي. عايزين يبقى ده النموذج اللي نتحرك فيه، لان المجمعات الاستهلاكيه موجوده في القاهره واسكندريه وفي الاحياء الراقيه، يعني تلاقي في الزمالك، في المهندسين، في جاردن سيتي، في اسكندريه تلاقيه في اماكن شيك. احنا بنروح بنتوجه بنعمل بديل للمجمع الاستهلاكي اللي بتعمله الدوله، بنعمله في مكان فقير جدا وعايز ممكن مساعده. ممكن نعمل عربيات دلوقتي اسرع بس عمل شغالين كلنا على فكره، الجيش يعني شغال في العربيات. اصل الناس قد كده متعطشه قد كده محتاجه. احنا الاماكن اللي بنروحها دي كلها اماكن شعبيه، الافضل السيارات طبعا بتنهي بتعالج الازمه بسرعه، لكن الافضل الان هو انشاء هذه المجمعات. وانا بتمنى ان الحكومه تساعدنا،
لانه احنا وحدنا مش هنعرف نشتغل، عندنا معوقات في المحليات وعندنا معوقات في الادارات التموينيه. كل ده لو احنا قدرنا ان احنا نزيله ممكن نعمل شغل محترم. انا واحد من اهم امنياتي في 2017 انه حتى لو ربنا قضى قضي الامر والواحد مات ورحل يبقى سايب حاجه الناس يقول الله يرحمك يا عسلان ان ساعدت الناس في النوم. طب في كلمه واحده، حضرتك مع ان لو سلعه زادت اسعارها بشكل يعني في تجاوز، بصراحه انا بعتبره تجاوز، الناس تضرب عنها؟ طبعا نقاطعها. لا نقاطعها. المقاطعة على فكرة سلاح بالغ الخطورة ومن الممكن أن يؤثر، ولكن يحتاج إلى تجميعة أنا بتمنى أن جمعيات حماية المستهلك والجهاز يتجمعوا في اتحاد قوي يقدر يوقف الاحتكارات دي لو احنا حبينا نعمل ده ان شاء الله. طيب اخر سؤال لحضرتك في اجابه سريعه لان انا وقتي خلص، بس انا مزوده كده من عندي يعني. بتتعاملوا ازاي كمستوردين في ظل ازمه الدولار؟ احنا مش شغالين اساسا، احنا واقفين الشغل خالص. الموضوع انصب على قلت لك 3 4 في كل مليون هم اللي بيشتغلوا. هم بيتعاملوا ازاي؟ تراتيل اخر صفقه تراتيل دلوقتي بعد تعويم الدولار اخر صفقه تراتيل في مصر خلصت في راس السنه اللي عدت. قعد بعد تراتيل الحمراء دي احنا كنا بنستورد تراتيل من الصين ولاد الهند. بعد ما تحولت السوق السوداء من شركات الصرافه بقت في البنوك، والبنوك رغم دلوقتي ما بتدبرش للمستوردين اللي هم مدين لهم موافقات وبيشتغلوا الكلام ده كله. ولكن انا عايز اقول لحضرتك القرارات السبب الرئيسي، القرارات اللي صدرت وعملت الازمه. ما هو مش عيب ان انا اغلط وارجع في قراري يا جماعه، 43 والسحب والايداع والاحتكارات والتهريب والدعم هم دول سبب الازمات اللي موجوده في مصر. عايزين كلنا نتقي ربنا ونخلي عندنا ضمير عشان خاطر المواطن الغلبان، لان المعاناه بقت شديده 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 شديده، والناس عماله تكسب مليارات وتهرب بره، واحنا قاعدين بنتكلم وبندور حوالين اصل ازمه فرخه اصل ازمه سيد. لا مش خلي بالك اللي عنده السبب يعني. اللي عنده طرطور احمر يحافظ عليه، مفيش تراتيل حمراء الصين. الصين خلاص كده احنا وقتنا انتهى، بس متهيألي هيبقى في لقاءات ثانيه عن ارتفاع الاسعار، لان برضو الموضوع عايزين نعرف التطورات اللي بتحصل اول باول ايه، ودور مجلس النواب مهم جدا عندي. طبعا بنشكر الاستاذ احمد شيحه رئيس شعبه المستوردين بالغرفه التجاريه بالقاهره، والاستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. الف شكر. وننتقل مع زميري تامر عبد المنعم وحديث ومتابعه لازمه دور الايتام ورعاية الأحداث وغياب دور الدولة. هيكون معاه ضيوف الدكتورة كريمان سيد إبراهيم الملقبة بأم الأيتام، والأستاذ مجدي شكري المحامي، واثنين من الشباب اللي عاشوا حياتهم داخل إحدى دور الأيتام. فاصل ونعود مرة أخرى.